السلام عليكم ورحمة الله. من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بقصص من آلاف السنين، بقصص بني إسرائيل؟ من الذي أخبره بخبر القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ من؟ ومن الذي أنباه بالملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ من؟ من الذي أعلمه بطالوت وجالوت وابتلاء النهر وانتصار القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة؟ من؟ ربما قرأ كتابا؟ نعم، ربما قرأ كتابا. لا، لم يكن يقرأ ولا يكتب. ربما جلس إلى معلم أو رجل دين؟ لا، لم يجلس. ربما ألفها وكذب على قومه؟ لا، لم يكن يكذب، وكان يعرف قبل الإسلام بالصادق الأمين. يا لها من حيرة! ولكن هل لذاك القصص أثر في الكتب المقدسة؟ هل هي مذكورة في العهد القديم؟ نعم، بكل تأكيد مذكورة في العهد القديم. إذن من أخبر موسى وعيسى هو من أخبر محمد، من أخبر محمد هو الله. تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الآيات آيات الله وحجج الله وأدلته وبراهينه، نقصها عليك أيها النبي بالحق والصدق الذي لا ريب فيه. نتلوها عليك بالحق للتدبر والاعتبار والاستبصار والعمل بما فيها من الهداية. نتلوها عليك بالحق الثابت لا يرتاب فيها عاقل، وإنك لمن المرسلين الصادقين الذين أرسلهم الله تعالى بالهدى ودين الحق. وكما نصرنا الرسل من قبلك على الكافرين والمعاندين والجاحدين، ننصرك والمؤمنين. جزاكم الله خيرا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين.